الوان شمع او اويل باستلز من ماركه اسمها بانشو. الماركه دي ماليزيا على فكره. يا مساءكم فل. النهارده هعمل ريفيو عن الوان اويل باستل او الوان شمع 48 لون من ماركه ماليزي اسمها بانشو. مكتوب على العلبه اويل باستلز لارج سايز ستيكس، وده معناه ان الاقلام جوه تخينه وكبيره. 48 لون، نون توكسيك، غير سامه، يعني مناسبه للاطفال اللي فوق الثلاث سنين. 48 لون فيهم درجتين الذهبي والفضي. البيجمنت بتاعها تحفة تحفة تحفة، وكمان الدنج بتاعها ممتاز جدا. لو انتوا حابين انا اتكلم عن اي انواع تانية من الايل باستل اكتبولي في الكومنتس تحت. وبس كده.